can feel my face when I'm with you. But I love it. But I love it. She told me don't worry about it. The first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay. In fields where they lay, they were keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. يسعد صباحكم مشاهدينا، برحب فيكم بحلقة جديدة من MTV Alive، مجلتكم اليومية اللي بتوصل على قلب بيوتكم وين ما كنتوا بلبنان وبكل أنحاء العالم، وبتقدم لكم جولة على كل النشاطات والأحداث اللي بتهمكم، وبتعرفكم على كل الشخصيات اللي بتحبوها. وبشهر الأعياد نحن مركزين على التحضيرات لها المناسبات والنشاطات أكيد، وعم نعمل لكم جولة عليها بشكل يومي. وبهالفترة مشاهدينا ضروري نتذكر الجمعيات الخيرية والإنسانية اللي بتشتغل على مدار السنة من أجل خدمة الخير والمجتمع. مش كتير ابدا عليهم انه نتذكرهم، نشكرهم ونقدر العمل اللي عم يقوموا فيه من دون مقابل. اليوم اكيد راح نكمل جولتنا على اعمال هالجمعيات وكمان على كل النشاطات الخاصه بالاعياد، وراح يرافقوني ستيفاني والي. جود مورنينج. جود مورنينج، كيفكم اليوم؟ الحمد لله، كيفك انت؟ تمام، ما في عجقة سير كثير اليوم وهيك الاجواء. امبارح كان في انفراج شوي بالطقس وحسينا اليوم رجع انعكس. اليوم وبكره الهيئه في شتاء، وجمعه الجاي بدها تفرج شوي ويرجع ترجع عاصفه جديده، ما عندنا مشكله. هيك بتكمل يعني، هيك بيضمنوا لنا وايت كريسمس هالسنه. كنت عم بحكي قبل شوي عن الجمعيات الخيريه، بدي اتوقف هون واقدم تحيه كثير كبيره لجمعيه اكيد فينا سوا اللي اطلقت امبارح مشروع طرابلس مدينه الاعياد، ويمكن كان مشهد استثنائي لاول مره كثار بيشوفوه بطرابلس. نحن بنعرف قد ايه هالمدينه عانت من الوضع الامني وكمان يمكن مهمشه شوي، الجيل الجديد اكيد ما كان شايف مشهد من هالنوع، جو احتفالي، إنارة الشجرة، تزامن الأعياد مع بعضها، وقد ايه كانت الأجواء بالفعل ميلادية بامتياز، احتفالية بامتياز، وكان واضح على وجوههم كلهم. وإن شاء الله هالأجواء بتنتقل لكل المناطق اللبنانية، ولكن بالأخص أهل طرابلس اللي بيستاهلوا التقدير وتحية كتير كبيرة، لأنه بالرغم من كل الصعوبات، بالرغم من كل الظروف، وقفوا إيد بإيد أمام الكل وقالوا نحن شعب نستحق الحياة. فتحية لكم فردا، وتحية لرئيسة جمعية أكيد فينا سوا السيدة فيولات الصفدي على كل الجهود اللي عم بتقوم فيها. اللي شو عندنا اليوم؟ يعني بس كده بدي اقول شغله على موضوع لولا، انه ان شاء الله هالفرح يلي كان موجود امبارحه ما يضل بس بفتره الاعياد، وعلى طول عم نفكر هيك لنعيش بهالحياه على طول بهاللحظه يعني. وبتكنولوجي رح كون عم شارككم اليوم باعلان كثير حلو، حبيت غير شوي، رح كون عم بحكي عن حضر لي شيء خاص لإلي. يس، ويست جيت عن كريسمس اب. بعتقد كلنا بنعرف هالشركه من وراء اعلان اخذ كثير ضجه من 3 سنين تقريبا، وقت ناس وصلوا على المطار وطلع لهم بدل شنطهم الهدايا اللي هن كانوا طالبينهم. فلحكوا عم بحضركم اليوم الدعايه الجديده اللي عملوها ومهضوم كثير هالدعايه. ناطرينا لك عن بي تكنولوجي. خلينا نبدا اب تو ديت انا وياك ستيفاني، ولكن بعد ما ناخذ وقفه قصيره. اب تو ديت، واول خبر مشاهدينا، وين صار تأليف الحكومه؟ كلنا بدنا نعرف الجواب، والظاهر انه رجع لنقطه الصفر لانه الحكومه مأجله شوي. وبالتفاصيل، مصادر مواكبه لتأليف الحكومه بتقول انه تشكيله ال 24 صارت شبه جاهزه، ولكن نقطه تضعفها هي انه ما في تمثيل للكتائب او القومي او النائب طلال ارسلان، وسط اصرار من امل وحزب الله انه حلفائهم يكون لهم تمثيل بهالحكومه الجديده. وكمان تيار المرأة بفضل وجود الكتائب
بالحكومة بالرغم من الخلاف السياسي بينهم، حتى ما تكون ثنائية التيار الحر القوات اللبنانية طاغية على التمثيل المسيحي. ولفتت المصادر الانتباه إلى أنه اقتراح زيادة العدد دفعت البعض تلقائيا لمطالب جديدة، لأنه اللي كانت حصته بحكومة الـ 24 حقيبتين راح تصير حصته بحكومة 30 ثلاثة وزراء بدل اثنين، وهالشي بيعني العودة لنقطة الصفر بمسألة توزيع الحصص وتحديد الأحجام. حسب المصادر، الرئيس نبيه بري بلغ الرئيس سعد الحريري أنه مصر على أنه تكون الحكومة ثلاثينية حتى تكتسب هوية الوحدة الوطنية، وأنه هو بيرفض تغطية حكومة الـ 24 لدرجة أنه منه مستعد أبداً يشارك فيها، فهو مصر على حكومة 30 وزير. بالمقابل، كان الرئيس الحريري حمل من يومين لبعض تشكيلة الـ 24 وزير، ولكن رئيس الجمهورية ميشيل عون رفض وجود عدد من الأسماء فيها، وحتى اعترض على توزيع أكثر من حقيبة بحكومة الـ 24، وكان رافض الرئيس عون للانتقال من صيغة الـ 24 إلى صيغة 30. يعني هون بري بده 30 وعون بده 24. بيبقى أن نذكر اللبنانيين وكل الجهات السياسية اللي عم تتصارع أو تتعارك كرمال حكومة الـ 24 أو 30، هالحكومة اللي عم تتصارع عليها مش من المفترض أنه تعمر أكثر من 5 أشهر، فبليز ما تخلوها تاخذ أكثر من 5 أشهر حتى تلفوها. معقول؟ عن جد منيحة. خلينا نحكي عن مهرجان دبي السينمائي. فاز فيلم العاصفة السوداء للمخرج حسين حسن بجائزة أفضل فيلم بمسابقة المهر الطويل بمهرجان دبي السينمائي الدولي يلي انتهت دورته 13 مساء الأربعاء. وفاز الفيلم اللبناني مخدومين للمخرج ماهر أبي سمرة بجائزة أفضل فيلم غير روائي. وبمسابقة المهر القصير فاز خلينا هكا خير للمخرج التونسي مهدي البرساوي بجائزة أفضل فيلم، بينما ذهبت جائزة لجنة التحكيم للفيلم اللبناني سبمارين إخراج منى عقل. وحصل المصري علي صبحي على جائزة أفضل ممثل، وفازت اللبنانية جوليا قصار بجائزة أفضل ممثلة عن دورها بفيلم ربيع. وكذلك فاز المصري محمد حماد بجائزة أفضل مخرج عن فيلمه أخضر يابس، فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها لفيلم ميل يغزيل للمخرج اللبناني إليان الراهب، وهو إنتاج لبناني إماراتي مشترك. شملت مسابقة المهر الطويل 18 فيلم من مصر ولبنان وسوريا والأردن والعراق والمغرب وتونس وفرنسا. حلو حلو كتير انه كان في تقدير وتمثيل صح. كتير كبير للأفلام اللبنانية وكمان للممثلين اللبنانيين. تحية لكل الفايزين بهالمهرجان اللي صار بالفعل على مستوى عالمي. ساعي بريد ستيفاني بيلاحظ رسالة الطوارئ وبينقذ حياة أم وطفلة. ألو أطلق سراح أم وطفلة اللي عمره 3 سنين بس من منزلهم بعد ما لاحظ ساعي البريد وجود رسالة طوارئ مكتوبة عليها، رسالة كتير مهمة، وعلى طرد كان عم بينقله بمدينة روبرتسفيل بولاية ميزوري. وبتقول الرسالة اتصل ب 911، وكلنا بنعرف انه هالرقم هو رقم طوارئ الشرطة بالولايات المتحدة. وبعد ما شاف هالرسالة اتصل بالشرطة ساعي البريد بسرعة، واكتشف الشرطة لاحقا انه الزوج اللي اسمه جيمس تايلر جوردن عمره 33 سنة كان محتجز زوجته وطفلة بغرفة النوم مقفلة بالبيت لمدة 15 ساعة من دون أكل وشرب. تصوري يعني زوجته وطفله، واتهمت كمان فوق كل اللي عانوا، اتهمت الزوجة انه جوزها كان عم بيعنفها جنسيا ونفسيا خلال الفترة اللي كانت محجوزة فيها هي وطفلها. فاقتحم فريق سوات مسلح المنزل وقبضوا على جوردن ونقلوه للحبس، ونقلت المرأة وطفلها لمركز للرعاية. قالت الأم اللي رفضت تقول اسمها انه زوجها هددها بالقتل، كان بده يقوصها حتى، وقال لضابط الشرطة انه ساعي البريد عمل خرق كبير بهالقضية من خلال الخطوة اللي قام فيها انه اتصل بالشرطة بسرعة. كان ممكن ما يعمل شيء او يفكرها مسحة أكيد. او شيء من هالنوع ويغض النظر، ولكن اخذ هالامر بجدية واصبح هالرجل هيرو او بطل للشعب الامريكي. Great. تجمع اكثر من 266 خبير من 26 بلد
ببلدة سان سيباستيان الساحلية الإسبانية بتشرين الثاني الماضي لاختيار أفضل جبنة بالعالم. وأقيمت مسابقة الجبنة السنوية بدورتها 29 وسجلت رقم قياسي بمشاركة أكثر من 3000 نوع من الجبنة من 31 بلد مختلف حول العالم، وكان أمام فريق برنامج جائزة الجبنة العالمية World Cheese Award يوم واحد فقط لتقييم كل هالأنواع وتسليم الجوائز البرونزية والفضية والذهبية لخياراتهم المفضلة. وذهبت جائزة هالسنة إلى جبنة كرافت كار من نوروي، وبالإضافة إلى جائزة كرافت كار هو الأول من أي بلد اسكندنافي للحصول على هاللقب المرموق، حيث كان معظم الفائزين السابقين من بلدان مشهورين لإنتاج الأجبان مثل فرنسا وسويسرا والمملكة المتحدة. شهيتينا عن بكرة الأنواع الجديدة من الجبنة. على كل هالفترة بيصير في استهلاك كتير كبير للأجبان بفترة الأعياد، لأنه دايماً بيرفقوها مع الواين. صح، exactly. رح نشوف صورة اليوم من الأرز، روعة صورة بتاخد العقل. والطقس عم بيكون غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، بتسقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق، واليوم ماكسيموم 15 درجة. مش عاطلة، منيحة، مش عم تشتي كثير، بيكون في انفراجات خلال النهار، بتلاحق الناس تعمل اللاست مينت شوبينج قبل عجقة آخر أسبوع لأنه بلش الويكند، وهذا كمان آخر ويكند قبل عيد الميلاد المجيد، فاستفيدوا من هالكم يوم الجايين قبل العاصفة كمان المنتظرة، ما بعرف إذا رح توصل لعنا أم لا. وقفة قصيرة وبنكمل حلقتنا، خليكم معنا.